السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا. انا سميتي طارق من درب التبانه، مجره درب التبانه من الكره الارضيه بلي ما راه في المدار الثالث من افريقيا المغرب صفر بالضبط. المهم انا هذا النهار بغيت نصاوب فيديو، يعني اول فيديو ليا بالدارجه المغربيه. يعني عندي بزاف ديال الفيديوهات في يوتيوب كنصاوبهم باللونجلي، مثلا يعني المواضيع اللي كنحط في يوتيوب كيفاش نصلح مثلا شي ايرور في شي جو، لانني كما قلت قبيلات انا عزازين عليا الفيديو جيمز. مثلا كنحط الفيديوهات في يوتيوب كيفاش تصلح شي ايرور في شي جو، كنحط حتى الجيم بلاي، وكنحط بزاف يعني كيفاش تصلح لي زيرور. كندير مثلا توب 10 فيديو جيمز اون 2030 مثلا، يعني الفيديوهات كاملين كنديرهم باللونجلي. وعلاش يقدر يقول لي شي واحد مثلا عياقه ولا كذا، ما كاين لا عياقه لا والو، علاش كندير باللونجلي؟ لانني على حسب ما شفت انا هنا في البلاصه فين عايش انا، ما كاينينش شي معجبين بالالعاب الفيديو. يعني كنتسائل واش كاين في المغرب، يعني ضروري كاينين، ما تقوليش ما كاينش اللي ما كيلعبش في المغرب، وين واش كثارين ولا قلالين. ولا الا مثلا حطيت فيديوهات بالدارجه المغربيه كنشرح لي بروبليم، واش كاين اللي غادي يلقاو اقبال؟ ما عرفتش. المهم انا هادشي علاش غادي ندير هاد الفيديو دابا. المهم بحال اللي غادي نعرف راسي ليكم، انا قلت لكم كما قلت لكم قبيلات من المغرب، طارق كذا داك الزعت. وعلى كل اللي يسولني علاش كتقول درب التباني، هذا الفيديو ما موجهش غير للمغاربه ولا العرب، موجه حتى للفضائيين. مثلا يكون شي فضائي في شي قنتي نصلح له شي ايرور، كاع نصدر له شي جو الا بغى يلعبو دار له شي ايرور نصلحو له، ما كاين حتى شي مشكل. المهم كما قلت لكم قبيلات انا غادي نعطيكم واحد الورقه تعريفيه كما كيقولوا داك صحاب التلفازه، داك الشيء ديال البروتوكول الخاوي. المهم هاد الايامات هي البارح يعني ساليت ديد ايلاند، جبت لا لافان مع ديك الجوايع 3 ديال العشيه، وفي شي جوايع 3:30 د الليل جبت لافان ديد بول. هو هذا يعني بجوجهم لعبات زوينين ما بيهمش. المهم غادي دابا يعني نضرب واحد الدوير للديسك دور ديالي. المهم هنا في الديسك دور عندي بلور، يعني بلور واحد الجو ديال السباق، ما عرفتش كتعرفوا ولا ما كتعرفوش، ديد بول يعني واعر بزاف 2013. واخا خاسر شي شويه واني ما عليكش، داكشي طبيعي. المهم طبيعي داكشي حمق. هادو لي درايفر خاص ديال البيسي ديالي، جيم سيت اب نرجعو له بلاتي، ماي بيسي. المهم ماي بيسي حاط فيه التصاور، اللوجيسيال اللي كنحتاج، والفيديوهات. نوريكم مثلا جيم سيت اب، واحد الدوسي اللي حاط فيه السيت ابات، يعني ماشي غير هاد لوجي اللي عندي انا، عندي بزاف ديال لي جو في دي في ديات. المهم بعض منهم كيبقاو عندي في الديسك دير، مثلا جابوني شي صاحبي ما كرابيتوش بقى عندي في الديسك دير. يعني راد جيم سيت اب كيهز 179 جيجا، يعني نشوف شنو فصلت منه. يعني عندي في الاول مثلا اساسن كريد، يعني ما كاينش اللي ما لعبش اساسن كريد، اي واحد تيعرف لي جو ومعجب بلي جو كيعجبو لي جو ما تقوليش ما لعبتيش اساسن كريد. يعني اساسن كريد دو زوين بزاف، ويعني دابا حنا في شحال في 2014، ما تديوش على التاريخ لان راه ما تحققش حتى تما 14 شهر 9، حنا دابا واقيلا في شهر 10 واقيلا. المهم لعبت اساسن كريد الان، لعبت اساسن كريد دو 3 البرادر هود الريفيليشنز، وبصراحه ما كذبش عليكم حتى واحد ما جبت له لافه. يعني البرادر هود اللي بقيت كنلعب حتى عييت، يعني ضاع لي الويندوز، اضطريت نفورماطي ومشى لي السوفت كارداج. المهم يعني ماشي من العاده ديالي نبدا شي جو ما نكملوش، يعني هادي جيتكم صراحه. بالنسبه لاساس كريد لعبتهم تقريبا كاملين حتى واحد ما ساليتو. يعني دابا راه خرج البلاك فلاج، وكاين سميتو الانفينيتي راه عاد خرج هاد الايامات 2014، لاعبين اللي اونلاين بزاف. المهم هادو جوج الريفيليشنز اللي زوين بزاف، خلاص عجبني بزاف اساسن كريد الريفيليشنز. يعني داك الديكور، داك الجرافيتي اللي كاينه في وسط الجو، داك الموسيقى اللي كتكون هي مطلقه في الموني، زوين بزاف الريفيليشنز. كاين بليد اوف تايم شي شويه ما عزيزاتش عليا بزاف 2011، يعني جو ديال الشلاطه خلط. المهم ماشي شي حاجه اللي متقونه بزاف بصراحه. يعني هنايا كاينه كال اوف ديوتي مودرن وارفير، يعني واحد الجو واعر بزاف، يعني ما يمكنش نوصف لكم هذا الجو. عفوا بالنسبه اللي ما لعبوش، انا كنصحك دابا تمشي اما تيلي سارجي الا كانت عندك الكونيكسيون، ما كانتش عندك الكونيكسيون سير شري ماشي قنت ولا دبر راسك، هذا الجو خصك تلعبو. يعني كال اوف ديوتي مودرن وارفير 2 يعني زوينه بزاف من الاول حتى الاخر، من الميسيون الاولى حتى اللافا كاينه كتهز. المهم هذه فيرسيون كامله 11 جيجا،
راك بكل شيء. كاينه عندي هنايا كال اوف ديوتي مودرن وورفير 3 هي دي، كال اوف ديوتي 4 مودرن وورفير حتى هي زوينه بزاف، يعني حتى مودرن وورفير 3 زوينه بزاف. داكشي يعني على العموم يتسمع كال اوف ديوتي عرف شنو زوين، يعني من ديك 2007 ملي بدات كتخرج كال اوف ديوتي لي جو لي زوينين. كاينين لي كال اوف ديوتي مثلا ديال 2001 2002 شي شويه وين حتى هما زوينين، وين منين تقدمات كال اوف ديوتي بدات كتخرج لي جو الواعرين من 2007 من كال اوف ديوتي الفور. المهم كال اوف ديوتي بلاك اوبس دا حتى هي زوينه بزاف. كرايسيس خلاص ديال الكترونيك ارت واعر بزاف، القمه ديال الطروادي. كاين موراه دارك سيكسر، يعني واحد الجو اللي بالنسبه لي متعمقين في الجو اللي هو مقتطفين ولا واخدين داك الستاجات ديالو داك الطريقه ديال اللعب، واخدين جوج ديال لي جو ريزنت ايفل 4 واخدينهم من جيرز اوف وار. يعني ريزنت ايفل 4 ما كاينش اللي ما كيعرفهاش، هادي على حسابي يعني متاكد منه. زوين بزاف دارك سيكتور، يعني بالمناسبه زوين بزاف انا عجبني. كاين ديد ايزلاند اللي عاد قلت لكم كملتو البارح، الان كملت عاد البارح ديد ايزلاند ريد تايد، خرجت واقيلا في 2012. كاين ديد سبيس واحد الجو خلاص اللي رائع، يعني شي شويه ديال الرعب الاكشن زوين بزاف ديد سبيس. يعني انا قبل ما نلعب ديد سبيس كنت ما كنحملش لي جو ديال الفضاء، كيجيوني يعني قباحين، حتى هو ديال الكترونيك ارتس. المهم بعد ما لعبت ديد سبيس، يعني اول ديد سبيس كنلعبو هو النيت اللي عندي هنا في الديسك دير، عجبني بزاف وبدل داك الرؤيه ديالي على لي جو ديال الفضاء. زوين بزاف ديد سبيس، اللي ما لعبوش خصو يلعبو. كاين بطبيعه الحال ديد سبيس الان عجبني. واحد الحاجه نشير ليها حنا كنهضر على ديد سبيس، هي واحد الايرور في شابتر 7، واحد الباب كتفتحها كيخرج للجو بطبيعه الحال فيرسيون بيستي. حتى هي راه شارك الايرور ديالها بالمناسبه، الا كان شي واحد عنده هذا الايرور يدير طارق جبيلي في يوتيوب ويقلب على هاو تو فيكس ايرور اوف ديد سبيس 2، راني داير كيفاش تصلح داك الايرور. بطبيعه الحال لعبت ديد سبيس 3 حتى هو في واحد الايرور وحط في يوتيوب كيفاش تصلحو، ديما بالانجليزيه. هنايا احسن جو لعبته في حياتي، يعني نمبر 1 هو ديفل ماي كراي 4، عجبني بزاف، متقون 2008 من احسن لي جو كاع في مره. عندي جوج ديال لي فيرسيون هنايا. المهم باختصار ما بغيتش نطول، اللي جينا نهضر راه هنا غادي نبقى هنا سيمانه معاكم. جي تي اس سان اندرياس ما كاينش اللي ما يعرف اللي ما كيعرفهاش، نخبزها شي شويه واني ما عليكش. ليتمان الابسولوشن هذا نشوف هذا سنيبر تشالنج، يعني هذا كتانستالي في وسط الابسولوشن 2013 ليتمان، بحيث المهم انا كنعرف ليتمان عنده بزاف ديال المعجبين. زوين بزاف ليتمان الابسولوشن. هانتد هذه ما كنظنش معروفه بزاف واني زوينه، انا عجبتني. كاين ليمبو خرج في 2012 زوين، الجو ديال الذكاء. نيد فور سبيد هوت بورسيت واحد الجو رائع حتى هي ديال الكترونيك ارتس. الجو ديال الطوموبيلات ما عرفتش كتعرفوه ولا لا، يعني زوين بزاف. كنصح اي واحد كيعجبوه لي جو ديال السباق زوين بزاف. نيد فور سبيد تقريبا كامله، يعني انا لعبت بزاف ديال نيد فور سبيد، لي جو ديال نيد فور سبيد وين اللي عزازين عليا هي المرسوانيت 2005 ونيد فور سبيد كاربون، هاي هو عندي السيت اب ديالها هنايا، و هوت بورسيت و 2012 نيد فور سبيد موست وانتد 2012 عزازين عليا بزاف. المهم ندوزو، كاين هنا اوتلاست، يعني احسن جو في الدنيا ديال الرعب، يعني الا كنتي كتسطل غير ما تلعبش هذا الجو هذا زوين بزاف. عندي ثلاثه ديال لي فيرسيون ديالو، ريزنت ايفل 4 بلس ما تقوليش هذه خلاص هضرنا عليها قبيله توعر بزاف، ريمبر مي 2013 زوينه كاع بزاف، الجو ديال الكاب كوم. عندي هذا الجو هذا جابو لي واحد الدري ما عرفتوش مازال ديال السباق، المهم ما عنديش شي فكره عليه بزاف. عندي سينس رو ذا ثيرد، سينس رو خلاص زوينه راه شهرات بزاف. هادي كنقول هاد الجو خصو يلعبوه العشاق ديال جي تي ا، مثلا اللي كيلعبوا جي تي ا 4، جي تي ا سان اندرياس، فايس سيتي، جي تي ا 5، المهم اللي عزت عليهم جي تي ا هذا قررت جي تي ا العربيه، هاد الجو احسن من جي تي ا ب 20000 مره. سوبر ستريت فايتر 4 وقراني كتب عليا ستريت فايتر 4، ويني سوبر ستريت فايتر 4 خرج في 2010 ودابا راني كنتيليشارجي الترا ستريت فايتر 4، حتى هي زوينه بزاف، جو ديال كومبات عزيز عليا بزاف. وهنايا الخري كاسلفينيا لوردز اوف شادو ميرور اوف فيت، يعني زوين بزاف، وهذا الجو اللي عاد تقريبا كنا نقول عاد قال بسم الله. المهم انا ما بغيتش نطول الفيديو بزاف، غنخرج من هنايا. انا بحال اللي عطيتكم واحد التعريف على راسي، نشوفوا بعد التصاور يعني باش ما نزيدش نطول بزاف الفيديو بيكتر. يعني اللي جات توم برايدر بطبيعه الحال ما ذكرتهاش، يعني عزيزه عليا بزاف. شوفوا هنا دابا مايكراي 4 برنس اوف بيرسيا 4 كانت انسان زحمق
والحمق كاع في برنس اوف بيرسيا هو برنس اوف بيرسيا الوارير ويدين، يعني برنس اوف بيرسيا 2 ديفل ماي كراي 5 زوين حتى هو بزاف 2013 كاب كوم بلا بلا بلا. هو الوارير ويدين برنس اوف بيرسيا، يعني انا اد برنس اوف بيرسيا بحال في ريزنت ايفل 4 بالنسبه هنا في المغرب، على حسب ما شفت معروف شي شويه بالنسبه للدراري الصغار اللي كنشوفهم كيلعبوا وكذا. المهم هنا بزاف بزاف ديال لي جو عندي، مثلا ديفل ماي كراي 2 ما كاينش بي سي، المهم جبت هنا التصويره ديالو. عندي توترونيس برنس اوف بيرسيا توترونيس، يعني زوين. هو اللي بغيت نقول انا هذا العالم ديال لاجو صراحه زوين بزاف عزيز عليا، احسن من انك تخرج لبرا تسركل تسركل ضروري، حنا عينا ما نسركلوها صافي، ملي كلشي كيطلع في الراس. يعني انا هذه هي الهوايه ديالي، وانا يعني اللي معجبين بلاجو بحالي هما اللي غادي يفهموني. يقدر يكون كيشوفني دابا شي واحد اخر يعني ما معجبش بلاجو يقول شاد واش البرا شاد البرا واش هذا مازال كيلعب لاجو واش ما نصدر، راه الاودي لي جو الفيديو جيمز راه ماشي ديال الدراري الصغار. واش الجو اللي كيطلب في المينيموم على الاقل خص تكون عندك 18 عام عاد تلعب، واش هذا ديال الدراري الصغار؟ بالمناسبه سايلنت هيل او واحد الجو اللي واعر بزاف سايلنت هيل 2، لعبت سايلنت هيل ا ديال البلاي ان، خرجت في البلاي ان يعني وباس بطبيعه الحال، لعبت سايلنت هيل 2 و 3 و 4 يعني 2 والطروة جبت لهم لافان، الكاتو الان ما قديتش، والهوم كامين خرجت حتى هي في 2008 حتى هي جبت لافان. يعني المهم انا ما واقيلا ما غاديش نزيد نطول الفيديو اكثر من هكا، كانت مباركة حتى انا الليلة عيت بالهضرة. المهم شكرا شكرا على المشاهدة، كنتمنى ما عرفتش لينا هذا اول فيديو، ما عرفتش شنو نكتب على الفيديو، واش نكتب باللغة العربية شنو نكتب مثلا، ما عرفتش شنو نكتب، ولا نكتب كاع الدارجة ديال الشاط مثلا في الفيسبوك ما ادونو. المهم انا غادي نشوف ان شاء الله الى لقى اقبال، اذا لقى اقبال هذا الفيديو ما عنديش مش متاكدش واش يلقى ولا ما يلقاش، يعني الى لقيت شي تجاوب وتلاقيت بناس يعني كيعجبهم لا جو من دون واحد اخر في المغرب ولا في شي كوكب واحد اخر ما كيهمش، يعني غادي مثلا نزيد فيديوهات على الاخرين، ما لقيتش يعني هذا الفيديو الاول في الاخر. اوكي شكرا شكرا على المشاهده، وانا سميتي طارق من راحه اخرى، عندك حساب كبرى باغي نتشارو ولا شي لعبه، المهم انا كنقول لك صافي باش يعرفوني الناس اللي مهتمين بهذا الموضوع هذا. شكرا بزاف على المشاهده، وكنتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم، وكنتمنى اللي يعني زعما اللي ما قارش على هذا العالم ديال لي جو يطلع عليه راه زوين بزاف. وغير واحد الحاجه بغيت نقولها، ما تبلاوش كثر من القياس، ما تخليوش لي جو يتحكموا فيكم، يعني انت ديما تحكم في راسك وفي الشهوه ديالك، لعب واحد الوقت ديالك يعني عاد قبيلات قلت لكم انا ساليت واحد الجامعه 3:30 الليل، ودابا ماشي مبدا نعطيكم النصائح ويني، المهم ماشي مهم كما يقولون فقيد الشيء لا يعطي، ويني انا غادي نثبت العكس ديال هاد المقوله الخاويه ولا ما عرف. المهم ما تبقاوش تقصروا بزاف، ولعبوا واحد الوقت محدد بالنسبه اللي كيعجبهم لي جو، ما تلعبوش ما تقدرش تلعب مثلا واحد 8 د السوايع ولا كذا، واحد ساعتين ولا ساعتين ونص ديال اللعب في النهار كافيه، ويعني عندك حفاظتك قرايتك سهله عندك خدمتك. المهم تردو ديال الزنقه عاوتاني ما تنعزلوش، لا صحاب الفيسبوك عاوتاني كيقيل طيح على الفيسبوك الشاط والهضره الخاويه. المهم شكرا مره واحده اخرى على المشاهده، وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وكنتمنى ما يكونش هذا هو الفيديو الاخر ديالي، وشكرا بزاف وبسلام عليكم.